السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي نكهات مغربية Flavors of Morocco. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. اليوم جبت لكم طريقة عمل فول سوداني أو بيغ دو كاكاويت. تيتحضر في الضوء، تيجي لذيذ بزاف واقتصادي، وتعطي واحد الكمية اللي كبيرة بثمن اللي هو مناسب، ماشي بحال اللي كيتباع في المحلات، يتقام غالي وجودة ماشي زوينة بحال ديال الدار. كما تشوفوا معايا تيجي رائع بزاف ومذاق هائل وجودة عالية. تنفطروا به الصباح حنا وليداتنا، صحي بزاف ولذيذ في المذاق. الا حضرناه في الدار تيتقام رخص كما قلت لكم من المحلات، لان كيلو واحد ديال الكاوكاو او الفول السوداني كيدير 32 درهم، وتعطينا واحد الكمية اللي هي وفيرة وكثيرة بزاف وبجودة اللي هي عالية. ما نطولش عليكم، غادي ندوزو لطريقة تحضير زبدة الفول السوداني او لو بوغ دو كاكاويت. هي طريقة بسيطة بزاف وما تطلبش بزاف ديال المقادير. كما تشوفوا معايا غادي نحتاجو كيلو ديال الفول السوداني او كاوكاو. بعد ما نقيتو غادي نغسلو مزيان وغادي ندخلو الفران يتحمر. غادي نحتاج معاه جوج معالق كبار ديال العسل كما تشوفوا معايا، جوج معالق كبار ديال زيت نوار الشمس او زيت نباتية. دابا غادي ندوز نغسل الكاوكاو ديالي ورجع معكم. كيف ما قلت لكم بعد ما غسلت الكاوكاو ديالي ها هو دا واجد، غادي ندخلو الفران يتحمر شويش. بالنسبه للكاوكاو ما خصوش يتحمر بزاف باش ما يتحرقش، باش ما يجيش فيه ديك الطيبه ديال المروره. كما تشوفوا معايا دابا راه تحمر واللون ديالو بقى شويه بيض كما تشوفوا معايا، ما تغلقش بزاف. دابا غادي نخليه يبرد شويش وغادي نقشرو كما غادي تشوفوا معايا. بعد ما نقيت كاوكاو كما تشوفوا معايا على هذا الشكل، هذا نقيت وعاوتاني ندير المرة الثانية وزولت منه الحبيبات اللي فاسدين كما تشوفوا معايا فيهم دوك التويدات ودوك السوسة. دابا غادي نطحنو في الميكسور كما تشوفوا معايا. بعد ما طحنت طحنه اولى على هذا الشكل هذا، غادي نزيد الزيت النباتيه هي والعسل. كيف ما قلت لكم في الاول جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه. زوج معالق كبار ديال العسل، الا كانت عسل ممتازه كان احسن، هو عسل حره. كما تشوفوا معايا انا ما كثرتش الزيت النباتيه بزاف، لان الفول السوداني او كاوكاو تهو تيطلق الزيت، ومع الطحين تيطلق الزيت ديالو، ما كاينلاش نكثروا من الزيت.
تنعاود نطحن مزيان المكونات ديالي كما تشوفوا معايا. خاصنا ضروري نطحنو مزيان بزاف حتى يولي واحد لاباط اللي هي اوموجين كما تشوفوا معايا، ما يبقاش دوك الحبيبات في ديال الكاوكاو. مازال خصني دابا نزيد شويش. كما تشوفوا معايا دابا هو تطحن مزيان ولات العجين رطبه بزاف، مابقاش فيها هذيك الحبيبات ديال الكاوكاو كما تشوفوا معايا. يمكن السيده تحتفظ به في قرعه ديال الزاج اللي تتشد مزيان تيبقى لمده طويله، تيبقى له حتى حاجه تيبقى غزال كيف تشوفوا معايا وطبيعي. كيف ما قلت لكم كيلو ديال الكاوكاو تيعطيني واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف واقتصاديه وطبيعي بطبيعة الحال، ما فيش مواد اللي هي ضارة للصحة، يعني العسل حرة زوينة، الزيت تهي زوينة، كل شيء فيه طبيعي. تنتمنى تجربوا هالطريقة وتنتمنى تعجبكم الوصفة أو الغوسيت. إلى عجبتكم الفيديو ديرو جيم وبارطاجيو الفيديو مع أصحاب ديالكم الأصدقاء والأحباب. وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي نقول لكم إلا بسلامة عليكم إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. بسلامة عليكم.